بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أحب أرحب فيكم اليوم للتحدث عن أحد الأمراض اللي ممكن تصيب الجهاز الهضمي، وهو التهاب القولون التقرحي. طبعا التهاب القولون التقرحي هو عبارة عن مرض مزمن، خلل مناعي في الجسم يصيب الفئة العمرية بعمر الشباب من عمر 15 إلى عمر 30 سنة، وبعدين ممكن يصيب الفئات اللي أكبر من عمر 70 وفوق. طبعا من الأعراض اللي تصير بهالمرض هذا وجود آلام في البطن، إسهال مزمن، وأحيانا يكون مصاحب في دم ومخاط. طبعا يتم تشخيص هذا المرض بتحويل المريض إلى أخصائي الجهاز الهضمي لأخذ التاريخ الكلينيكي والفحص الكلينيكي وعمل فحوصات، اللي راح بعدين راح يكون اكتشاف المرض عن طريق منظار القولون مع أخذ العينات، ومع الأدوية المناسبة راح يقلل من فرص المضاعفات والمشاكل اللي تحدثها المريض ويعيش حياة طبيعية إن شاء الله. لذلك أي واحد عنده الأعراض يروح المستوصف عشان يأخذ تحويل حق الجهاز الهضمي لأخذ الإجراء الصحيح. مشكورين.